تم منع المنتج البحريني زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة من دخول حفلها الذي أحيته في الدار البيضاء، بحيث رصدته الكاميرات وهو يحاول الدخول ومنع المنظمين له بعد محاولات عدة باءت بالفشل. وهذا كله حدث بعد محاولات ترك لمصالحة زوجته عبر خاصية ستوري على انستغرام الذي لم يكن للأخيرة أي رد على هذه الستوريات، إلى أن تم سؤالها في المؤتمر الصحفي وأجابت على أنها ليست مستعدة بالتصريح حول حياتها الشخصية وأنها الآن مشغولة في حياتها المهنية فقط.